Saya akan mulai dari juara harapan 3. Juara harapan 3 diraih oleh kelompok Hadroh Nurul Islam dari Kecamatan Kota Sumenep dengan jumlah nilai 620. Media publikasi yang dimiliki oleh MWC NU Kecamatan Gapura, dan ini tentunya Jamiatul Hadroh Nurul Islam yang berasal dari Kecamatan Kota Sumenep. Kasih aplaus yang meriah, kasih semangat juga untuk Jamiatul Hadroh Nurul Islam yang hadir dari kawasan Kecamatan Kota Sumenep tercinta. Wow, luar biasa partisipasi Bapak Ibu Panjenengan yang sudah hadir pada malam hari ini dari berbagai wilayah juga hadir lagi-lagi untuk menyaksikan sekaligus juga untuk mengikuti adanya pagelaran akbar yang diselenggarakan oleh MWC NU Kecamatan Gapura, yakni adanya acara opening Hari Santri Nasional tahun 2023 sekaligus juga pelaksanaan gebyar grand final Lomba Hadroh Klasik se-Kabupaten Sumenep. Dan yang satu ini nomor undi 2 Jamiatul Hadroh Nurul Islam berasal dari Kecamatan Kota Sumenep. Monggo dipersilakan untuk grup Jamiatul Hadroh Nurul Islam Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep tercinta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على خير العباد محمد كان زلي الرشاد شافي صلوا على خير العباد محمد كان زلي الرشاد شافي بدأت بذكر المصطفى خير الرسول فصلي عليه ربي واختص له الفضل.
فصلي عليه ربي واسوس له الفضل غرق في الدجى ركني جفني وأهرمني المنام ذكرني اللي قامن غاب عني مصول الغشاء بدأت بذكر المصطفى خير رسولا فصلي عليه ربي واسوس له الفضل صلوا على خير الأنام محمد حبيب الرحمن النبي بدر التمام نور عمدهة الجنان صلوا على خير الأنام محمد حبيب الرحمن النبي بدر التمام نور عمدهة الجنان بالله يا هادي السورة وارجع على أم القرى واقصد هما خير الورى وهو المهل الأطيب صلوا على خير الأنام محمد حبيب الرحمن النبي بدر توشل يا ماني النبي الهدي الممجد من عتانا بالمزاني سيد سادتي أحمد الصلاة توشل يا ماني النبي هدي الممجد من أتانا بالمساني سيد سادتي أحمد انتشع ندعم المعاني طالها شيخ ابن أحمد سير في التعريف ثاني وطمير البي والرد الصلاة توشل يا ماني النبي هدي الممجد أتانا بالمثال سيد السادات أحمد صلوا على خير العباد محمد كنز الراشد
شفيعنا يوم الميعاد لتبلون إلى المراد. صلوا على خير العباد محمد كان زين الرشاد شفيعينا يوم الميعاد لتبلغونا إلى المراد. من رحمة الله الودود أبدلنا نور الوجود وأمانا بشر الصعود والفوز في طيب الميعاد. صلوا على خير العباد محمد كان زين الرشاد شفيعينا يوم الميعاد لتبلغونا إلى المراد. صلوات الله دوام تبلغ الهادي الأنام وعلى أهل الكرام والصحب أهل الهشام. صلوات الله دوام تبلغ الهادي الأنام وعلى الأهل الكرام والصحب أهل الهشام. دايب الماء يزرني أنا عطشان أي رديك تقتلني بلا ذنب يا فتان. صلوات الله دوام تبلغ الهادي الأنام وعلى الأهل الكرام والصحب أهل الهشام. آمن الخائبين نجنا مما أنهب يا من الغائبين سلمنا مما نخاف. يا من الغائبين نجنا مما نخاف. يا من الغائبين سلمنا مما نخاف. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا من الغائبين نجنا مما نخاف. يا من الغائبين سلمنا مما نخاف. وها العربي أعلى النسب من صلى علي بالقدر حبي. من صلى علي بالفضل حبي. عليه السلام عليه السلام بطول الدوام بطول الدوام. رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih dewan juri yang terhormat. Itu tadi penampilan dari nomor undi 2 Jamiatul Hadra Nurul Islam yang berasal dari Kecamatan Kota Sumenep. Tentu untuk penampilan yang selanjutnya merupakan nomor undi 3 Jamiatul Hadra Subhanul Falah juga berasal dari Kecamatan Lenteng Sumenep untuk segera menaiki panggung kehormatan karena waktu sudah agak malam dan